التلاميذ عزيزتي التلميذات، كما رأينا في الحصة الماضية متوازن في الدرس السابق متوازي الأضلاع، وتعرفنا عليه أنه كل مضلع رباعي أقطاره تتقاطع في منتصفها فهو متوازي الأضلاع، أو كل رباعي أضلاعه المتقابلة متقايسة ومتوازية فهو متوازي الأضلاع، أو كل رباعي زواياه متقابلة فهو متوازي متقايسة فهو متوازي الأضلاع. في هذه الحصة إن شاء الله سنتطرق إلى الرباعيات الخاصة وما هي إلا متوازيات الأضلاع. كما سنتطرق إن شاء الله الحالة الأولى من الرباعيات الخاصة وهو المستطيل. أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، سننتقل الآن إلى الحالة الخاصة من الرباعيات الخاصة وهو المستطيل. فما هو المستطيل؟ المستطيل رباعي جميع زواياه قائمة. لاحظوا معي المثال ABCD فهو مستطيل. لاحظوا جميع خاصيات متوازي الأضلاع تنطبق عليه، الأضلاع المتقابلة متقايسة متوازية، الزوايا كلها قائمة يعني متقايسة، الأقطار تتقاطع في منتصفها. ننتقل إلى خاصية من بين خاصيات المستطيل. نلاحظ الخاصية الأولى، إذا كان رباعي المستطيل فإن لقطره نفس الطول. لاحظوا معي الشكل. خاصية ثانية، إذا كان رباعي متوازي الأضلاع قطراه لهما نفس الطول فإنه يكون مستطيلا. للمستطيل مركز تماثل واحد وهو نقطة تقاطع قطره. الآن أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، سننتقل إلى تطبيق. خذوا معي ورقة وقلم، اكتبوا سي دائرة مركزها O، AB وسي دي قطران فيها. بين أن الرباعي ADBC متوازي الأضلاع، بين أن الرباعي ADBC مستطيل. الآن سوف نرى الرباعي الخاص الثاني وهو المعين. ما هو المعين؟ المعين هو رباعي جميع أضلاعه متقايسة. كما تلاحظون فالمعين له جميع خاصيات متوازي الأضلاع. بالنسبة للخاصيات التي يملكها المعين وهو أن إذا كان رباعي معين فإن قطره يكونان متعامدا. الخاصية الثانية وهو أن إذا كان لدينا متوازي الأضلاع وكان القطران في هذا المتوازي الأضلاع متعامدا فإن هذا متوازي الأضلاع هو معين. بالنسبة لمركز تماثل المعين، كما المستطيل له مركز تماثل وحيد وهو نقطة تقاطع قطري كما تلاحظون في الشكل النقطة O. تطبيق بالنسبة للمعين، أيضا سم مثلث ABC متساوي الساقين في A، وننشئ O منتصف القطعة BC، وبعد ذلك ننشئ مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة O، وبعد ذلك نحصل على شكل رباعي ABC. يجب تحديد طبيعة هذا الرباعي، وبعد ذلك استنتاج على أن ABC هو معين. نمر إلى الحالة الثالثة من الرباعيات الخاصة وهو المربع. نرى ما هو تعريف المربع. المربع هو رباعي جميع أضلاعه متقايسة وجميع زواياه قائمة، أي أن له أربعة زوايا قائمة وأربعة أضلاع كلها متقايسة.
سبع الملاحظات المربع، فالمربع له جميع خاصيات متوازنة الضعف، والمربع هو في نفس الوقت مستطيل، طوله يساوي عرضه، أو أن المربع هو كذلك معين له زوايا قائمة. بالنسبة للخاصية ديال المربع عفوا، فالمربع إذا كان رباعي مربعا فإن لقطره نفس الطول. الخاصية الثانية وهو إذا كان لمعين قطران متقايسان فإن هذا المعين يصبح مربعا. بالنسبة لمركز التماثل للمربع، هو له مركز تماثل وحيد وهو تقاطع قطرين. تطبيق بالنسبة للمربع، أولا سنرسم مثلث ABC قائم الزاوية ومتساوي الساقين في النقطة O، وبعد ذلك ننشئ منتصف القطعة BC، ثم ننشئ النقطة D مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة، وبعد ذلك السؤال هو بين أن ABC مربع. إذن انتهى درس اليوم عزيزاتي التلميذات وأعزائي التلاميذ، إلى الدرس المقبل إن شاء الله.